وارجع ننزل عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. غيدة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. اعلنت السلطات في البحر الاحمر عن غرق الباخرة بدر اثناء مغادرتها ميناء سواكن. وافاد اعلام شرطة البحر الاحمر فجر اليوم الاحد ان الباخرة بدر كان على متنها ما يقارب 16,000 رأس من الضائن، وأوضح أن الغرق حدث بسبب اختلال توازن الباخرة عند مغادرتها رصيف الميناء، وأشار إلى أن محاولة فرق الإنقاذ لمنع الباخرة من الغرق لم تحقق النجاح.